اهلا بحضراتكم من جديد. مشوار طويل، مشوار صعب، والحقيقه رجال الطائره كانوا بالميعاد المناسب والزمان المناسب، وثلاث بطولات في سنه وتسع بطولات في ثلاث سنوات. يمكن تسترجع يا كابتن انت مع اللقطات واحنا بنتفرج على التقرير، لقيتك سرحان ورايح كده طبعا في تفاصيل احنا ما نعرفهاش. اكيد احنا قبل الفاصل كنا وقفنا عند كورونا وتوقف كورونا والعوده، فكان عندك بعد العوده مشكله كبيره جدا كابتن. تمام، احنا وقفنا يوم 15/3 بعد كورونا. انت برضو في فتره ضغط عصبي، انت مش عارف هتكمل الموسم ولا لا، اللعيبه ايه ظروفها، الوزن ايه ظروفه، اللياقه البدنيه، هتتواصل مع اللعيبه ازاي كمان. فالدنيا كانت صعبه جدا بالنسبه لي، ان انا يعني انا متابع، كنت متابع الوزن كويس قوي، اكتر من كده ما اقدرش خالص يعني، لان انا طبعا الرياضه برضو محتاجه ادوات ومحتاجه مكان كبير وما الى ذلك، فكنت متابع الوزن كويس جدا معاهم، لغايه لما الحمد لله الدوله اصدرت قرار برجوع النشاط الرياضي يوم 1/7. كان في لازم، كنا الاهلي كان متبع، لازم كان نتبع البروتوكول بالظبط يعني. فيوم 1/7 لغايه 15/7 اتقسمت الفتره دي. انا بصراحه يعني عشان الدكتور حسن عبد المجيد المخطط الاحمال كان معايا، كان له دور كبير جدا في الفتره دي، احنا شغالين بيه جامد جدا بصراحه. بصراحه يعني فكان من 1/7 لغايه 15/7 ابتدينا في نادي اهلي مدينه نصر، خدنا ادواتنا معانا وابتدينا في الهواء الطلقي كده، شفنا التمارين، نبتدي يعني تاهيل عام للجسم وما الى ذلك، لان طبعا عضلات ما كانتش فيه خالص بالنسبه للعيبه. من يوم 16/7 لغايه 20/8 يا كابتن هيثم كان مميت، فتره مميته للعيبه. كان صبح كانت صبح وبعد الظهر رهيبه يعني، فتره طبعا ان انا ارجع تاني جزء من المهارات الفنيه زائد اللياقه البدنيه في وقت ضيق، خاصه انت داخل بقى على ايه؟ على ماتشات من ليفل 1 بالظبط كده. فهو ده كان دور حسن بقى في الوقت ده مهم جدا. المرحله الثالثه بتاعتي انا بقى وجهازي الفني، احنا طبعا التكتيك بقى، التكتكس والشغل اللي بقى في الملعب دي، كل مرحله كانت خدت تقريبا. ما كنتش خايف لعيب يتصاب منك بعد الشر او حد يقع منك؟ دور حسن، ما هو انا بقول لحد ده دور حسن. الحمد لله رب العالمين، معايا راجل يعني محترم، دكتور كويس جدا، عارف هو بيعمل ايه، ومعايا جهاز طبي الحمد لله. هنيجي بعد كده للجهاز الفني كله طبعاً، لانه له كل التحيه والتقدير عندي. ابتدينا مرحلة بقى التكتيك في الديت، وبعدين ابتدينا الماتشات. ابتدينا الماتشات، انا كان ليا ماتشين مؤجلين مع الطيران وبتروجيت، انا ابتديت قبل الناس كلها. لعبت اربع ماتشات في 10 ايام تقريبا يا كابتن، في 8 ايام. 8 ايام لعبت ماتش طيران، لعبت ماتش بتروجيت، لعبت ماتش الشمس في الكاس، ولعبت ماتش سموحه، ده كان اخر لعب. فيوم 28 وابتدينا الدوري بقى كل يوم اثنين وجمعه، لغايه لما الحمد لله ان احنا ركبنا الدوري، كسبنا الجيش وخدنا الدوري الحمد لله. جينا الماتش الزمالك اللي الناس كلها زعلت عليه ان احنا خسرنا، انا ما كانش يهمني خالص الماتش ده، كان يهمني جدا في بعض النقط الفنيه. اولها كان بصراحه احمد قطب كان لازم ياخد ماتش جامد زي دوت. احمد قطب كان مهم جدا ان هو يشيل الماتش، والحمد لله ارقامه على فكره في السكاوتنج كانت كويسه. يمكن دي لحظات تكوير برضو يا كابتن، ما شاء الله يعني كانت لحظات كويسه. دي المباراه الختاميه في الدوري، دي المباراه الختاميه. وكان برضو انت لو تشوف نفسي، انا كنت متضايق وكنت زعلان طبعا ان احنا خسرنا. كان حسام طبعا مش غريب على الملعب خالص، بس المهم عندي كان الواد الصغير اللي اسمه الحسيني، عبد الرحمن الحسيني، طبعا 19 سنه. وكان كابتن عبد الرحمن الحسيني اتصاب بتهيألي، كان عنده حاجه في الحوض. لا عبد الرحمن الحسيني ولد صغير عنده 19 سنه، كان يهمني جدا ان هو ياخد الخطوه دي، ان هو يلعب ماتش كبير زي دوت في ماتش زمالك. يعني يا كابتن افهم من كلام حضرتك ان انت كان عندك اهداف في المباراه غير المكسب، عندك اهداف تانية. تمام، انت مش شايف المكسب او الخساره، انا خلاص الدوري خلاص. حلو، عندك اهداف اعلى 100 مره من ان اكسب. اهداف ليا انا واهداف تانية خالص بره الملعب، في الملعب للخصم، للخصم بتاعي، للمنافس بتاعي، لان المنافس بتاعي انا عارف كويس جدا الحمد لله، كنت قريته ان هو يلعب بكل فول تيم بتاعه، قريته كويس جدا، وهو ده اللي انا كنت عاوزه. خدت اللي انا عايزه من الماتش، سواء كان في صالحي اللي هو فرقتي، سواء كان قطب او عبد الرحمن او الزري، والتكتيك اللي هيلعب بيه الكابتن حسام في ماتش الزمالك. اللي حصل بالظبط في قبل نهائي الكاس هو اللي الكابتن حسام لعب بيه، وهو ده اللي انا عملته، والحمد لله الماتش طلع 3-0، والاولاد عملوا ماتش كبير، ماتش كبير جدا جدا، وكسبنا. خلص في ساعه وربع تقريبا الماتش، هو وكان كانوا في قمه التركيز. وخليني اقول لك كابتن، احنا كنا فاهمين ده، احنا حتى في البرنامج هنا احنا قلنا النادي الاهلي دائما ابدا بيدور على البطوله، ما يبقوش تحت رجله، وعشان حضرتك ابن النادي الاهلي و10 بطولات في 3 سنين حضرتك خدتهم، 3 دوري، 3 كاس، 3 افريقيا،
قلت له عربيه يعني خلاص بقى عندك من الخبره ان انت ما تشوفش تحت رجلك. فما كناش زعلانين على الماتش. ما انا كنت زعلان. ما انا عارف انا عارف شعورك. لان انا برضو لو كنا كسبنا كنا فعلا برضو كنت كان الناس دي خدت ثقه اكتر اللي في الملعب. بس الحمد لله الاولاد عملوا ماتش الزمالك قبل النهائي نهائي كان في قمه الاداء المهاري والفني. والحمد لله لعبنا نهائي الجيش وكسبناه وربنا توج مجهود الاولاد خصوصا بعد الكورونا. بصراحه عملوا مجهود يشكروا عليه جدا وربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش مجهود حد. وده كان رد يعني 11 اسبوع ان انت تلعب. لا ده انا عايز اقول لك بحكم